يلا بقى فين الورك بلان؟ فين الورك بلان؟ اهو الاكس والواي والزد ده مظبوط؟ خدنا الامر بتاعه اللي هو ده، اروح ضغط عليه وضغط على الكاميرا راح عامل ايه؟ راح جايب الورك بلان مع الايه؟ مع الكاميرا كده، اوف سنتر الكاميرا وميله بنفس ميل الايه؟ بنفس ميل الكاميرا. خلاص؟ ماشي. اقدر اجيبهم على العمود؟ سهله جدا اهو. راح جاي جايبه لي مع العمود كده والميل بتاعه بنفس ميل العمود. ماشي. في امر تاني بقى اسمه ايه؟ سيت ورك بلان. خدنا الامر ده الاول اللي هو سيت ورك بلان بارل تو فيو، يعني اعمله موازي للفيو. اول ما بضغط كده وبعمل كده اهو راح جايبه لي موازي للايه؟ للفيو. ده الامر اللي انا بعمله قبل الايه؟ قبل الميرو. لازم اعمل الامر ده قبل الميرو. في امر ثالث اه سهل جدا اهو، بصوا سيت ورك بلان يوزنج 3 بوينتس، اضغط عليه كده واختار اي ثلاث نقط اهو، نقطة كده ونقطة عمودية كده، يبقى انا كده عملت محور اكس. خلي بالك الورك بلان جه فين؟ بصوا خلي بالك انا لو دوست في ورحت مختار نقطة بيعمل بيجيب لي النقطة اللي هو ايه؟ بيلف لي المنظر عليها. باشمهندس ايه؟ بصوا انت لما بتدوس على كليك اللي في النص مع كنترول بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيلف لي كده. كنترول مع كليك ايه؟ اللي في النص. طيب النقطة اللي بيلف حوالينها بقى اختارها ازاي؟ بأمر في، تقول له في وتقف هنا كده اهو يلف لي حوالين دي كده، تقول له في وتختار دي كده يروح يلف لي حوالين دي كده اهو كده اهو. ماشي. طيب انا دلوقتي عايز الف حوالين الورك بلان عشان اوريه لكم، اروح دايس في واختار الحته اللي فيها الورك بلان اهو. حد يقدر يقول انا عملت الورك بلان هنا ليه؟ عشان لما اجي ارسم الايه؟ لما اجي ارسم البريسنج تترسم لي البريسنج فين؟ هنا كده. طيب ماشي، يبقى ده امر جديد اهو لسه واخدينه النهارده. امر تاني اسمه فيو، كرييت فيو اوف موديل اون ورك بلان، هيروح عامل لي فيو على الورك بلان. طيب انا هرسم كاميرا دلوقتي انجل 60 في 60 في 6، خلوا بالكم هتترسم ازاي. اهي اجي هنا واروح قايل ال خليها 70 مثلا، 70 في 70 في 7 موديفاي، اروح قايل له ابلاي اوكي. بص الكاميرا اترسمت لي فين؟ بصوا في المنسوب العلوي بتاع الايه؟ بتاع الكاميرا بتاعتي. طيب اقدر الفها؟ اقدر الفها سهله جدا اهو. اروح جاي كده واروح قايل له فرونت ماشي ايه ديت؟ لا ده مثال بس، مثال انا لسه ما رسمتش البريسنج. خلاص خلاص عرفنا ازاي نظبط البريسنج اهو، ده كده بريسنج ممبر اهو من التوب فلانج بتاعه الفريم ده لغايه التوب فلانج بتاعه الفريم ده. عشان ترسمها وتطلع مظبوطه لازم تعمل الخطوتين دول، تعمل له اول حاجه سيت ورك بلان يوزنج 3 بوينت وتختار ثلاث نقط هنا على الايه؟ على الفرنجه العلويه، وبعدين تروح قايل له كرييت فيو على الايه؟ على الورك بلان. طيب خلاص هدلل ده كده، بس بعد ما باخد الخصائص بتاعته ابلاي وهبدا دلوقتي ارسم في البريسنج بتاعتي. اهو
خلوا بالكم انا عامل ايه من النقطه دي. لغاية النقطة دي في مسامير هنا مرسومة زيادة بالغلط. ماشي تمام كده. نفس الكلام الناحية التانية. ماشي يا جماعة. بص انا ظبطتها ازاي؟ بص انا ظبطتها ازاي؟ ظبطتها بحيث انها تبقى تحت الايه؟ تحت ايه؟ تحت البرلين على طول. تحت البرلين على طول. طيب دي هتتمسك في الكاميرا ازاي؟ هتتمسك بجاصب بليت هيتحط هنا، هقول لكم ازاي بيتحط. تمام؟ اهيت. طبعا انا رسمتها على الوش الاول، وبعد ما رسمتها على الوش مسكت نقطة البداية والنهاية حركتها لغاية نص الكاميرا اهو زي ما احنا كده شايفين. يلا هرسم التانية. يلا هرسم التانية. طبعا مش هعرف اجيب نص الكاميرا، فارسم النقطة الأول وبعدين أحركها أهو. ماشي. تمام كده. نفس الكلام هنا. بصوا البريسنج عامله ازاي؟ اهو المنظر من تحت اهو. في تداخل بينها وبين اي عنصر تاني؟ مفيش. مطلوب بقى مننا ان احنا نعمل الكونكشنز بتاعتها. الكونكشن دي مشهوره جدا ومن اقوى الكونكشنز اللي موجوده في برنامج تكلا. قول له كنترول اف كده رقمها على ما اذكر 144. اتاكد كده. في واحدة تانية رقمها 10، دي بتاعت اللحام اهيت. وفي واحدة رقمها 11 اللي هي بتاعت المسامير اللي هي دي.
بس خلي بالك بنعمل الكونكشن ازاي. اختار الاول الكونكشن كده، بيقول اختار المين بارت، المين بارت هيبقى طبعا هو ايه؟ الكاميرا اهو. وبعدين اختار السكندري بارت هيبقى هو البريسنج، واروح دايس كليك اللي في النص. بصوا اللي هيحصل، اهي كونت لي كونكشن بالشكل ده كده. خلي بالك الكونكشن دي فيها شويه عيوب. اول عيب ايه هو؟ ان الجاس بليت طالع فوق الايه؟ فوق الرافتر، مظبوط؟ ده كويس ولا غلط؟ غلط طبعا، عشان يعمل تداخل مع الايه؟ مع الانجل. فلازم الجاس بليت يبقى ايه؟ على وش الرافتر من فوق. طب عشان يبقى على وش الرافتر من فوق يبقى لازم البريسنج نفسه ينزل لتحت قد ايه؟ دخلت الجاس بليت. فخلي بالك انا هعمل ايه؟ هروح جاي كده ضغط دبل كليك على البريسنج اهو، واروح قايل له هنا انزل لي في اتجاه الاون بلان، نجرب هي يا اما دي يا اما دي، هنجرب لو دي نفعت يبقى الثانيه. اقول له 10، لا 10 لا، يبقى مش هي دي، هنقول له دي. خلي بالك اللي حصل نزله لي اهو. طيب دي اول خطوه، يبقى انا نزلته كده. الخطوه الثانيه ان انا ادخل كده في الكونكشن نفسيها، نسيبنا من ده هنشوفه دلوقتي، هنشوف البارامترز دي كلها، واروح قايل له تخانه الجاس بليت كام؟ 10 سم، يعني ال 10 سم اللي انا نزلتها بصوا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الكونكشن؟ اهو يعني البليت هيجي يتلحم هنا في الـ في الـ في الفلانجه من فوق، وايه؟ ويمتد لغايه ما يمسك لي ماشي البريسنج ممبر. طيب نظبط بقى المسامير بقى، دي شغلتنا بقى سهله دي. هنخش كده اهم حاجه ظبطنا الوضع العام، ظبطنا رحت منزل الرافتر لتحت تخانه 10 مللي ماشي، ورحت مخلي تخانه الجاس بليت اللي هيمسك لي البريسنج كام؟ 10 مللي كده. في الاخر الفينش النهائي بتاع المبنى هيبقى ايه؟ هيبقى اوبتي عشان اقدر احط عليه البرلين بسهوله. تمام. هتبص هنا هتلاقي حاجات كتير جدا في الكونكشن دي. تمام؟ سيبنا من الباكتشر دي، هنرجع لها تاني، هنخش على البولتد جاسب دي اللي هي المسامير، اختار المواصفه بتاعت المسامير اللي هي كام؟ 8.8 من 10 اكس، واختار قطر المسمار اللي هو 12. ماشي؟ طيب، عدد الصفوف، شوف خلي بالك المسافه دي بتديك عدد الصفوف، لو حطيت له انا صفر معناها ايه؟ يبقى المسامير بتتكون من صف واحد، يبقى لو قلت له كده موديفاي هنقول له هنا مسافتين في 50، ونبص كده مش هقول له واحد مش صفر، ماشي يا جماعه؟ هقول له واحد، صفر معناها انه بيلغي المسامير خالص، واحد معناها انه ايه؟ ما بيلغيش المسامير. هقول له هنا مسافه المسافين المسامير من البدايه 25 ومن النهايه 25 ماشي، وهخلي عدد المسامير 3 والمسافات بتاعتهم 2 في 50 كده اهوت. هنرجع بقى للبيكتشر تاني اللي انا قلت لكم عليها، شايفين دي بتقول لي امتى المنبر بتاعي يبدا منين؟ اقدر اقول له مثلا هنا 50، خلوا بالكم ايه اللي هيحصل؟ لا حلوه ولا نبعد كمان شويه؟ نبعد كمان شويه عشان التداخل ده، اروح قايل له 60 تمام؟ هقول له 80 مش مشكلة. تمام مظبوط كده؟ حلوة الكونكشن؟ خلي بالك كان لونها أصفر بقى لونها إيه؟ أخضر، معناها إيه؟ معناها إنها بقت كويسة خلاص ومناسبة. ماشي، عشان أديكم شوية خبرة كمان بالكونكشن دي، بصوا خلوا بالكم هي بالمخ كده المنظر ده، الخانه دي بدخل فيها ايه؟ باشمهندس انت معايا؟ ايوه انت اللي بتبص جنب انت معايا؟ بص من الرسمه كده اللي باين لك في الرسمه ان الرقم اللي هيدخل هنا هيبقى ايه؟ الرسمه اللي باينه قدامك دي زاويه ميل الجاس بليت من هنا، لو قلت له مثلا 30 درجه تبص كده ايه اللي هيحصل؟ راح عامل لي 30 درجة في الجاس بليت من هنا. خلاص؟ لو قلت له 20 اللي هي المينيمم
لازم اكون مختار الكونكشن. تمام، هو عند حد معين بيقف عنده. طيب خلاص انا سيبها صفر زي ما كانت، مش محتاج انا زاويه. هنبص هنا مثلا، هنا هتلاقي حريه اكتر اللي هي زاويه للناحيه الثانيه. لو قلت له 30 اهو، لو قلت له 50 درجه مثلا، بص اللي هيحصل. تمام ماشي، لو سبتها فاضيه زي ما هي هيروح عامل لك زاويه 90 درجه اهيت كده. ماشي، ايه تاني؟ في ناس بتحب تسيب رفرفه كده بره البليت، بتيجي منين دي؟ من هنا. لو قلت له مثلا 8 مللي رفرفه، بص اللي هيحصل. حطها هنا كمان 8 مللي. ابصوا اهي، ايه الرفرفه دي؟ ماشي، هنبص كده على الكونكشن بتاعتنا اهيت زي الفل. نعملها الناحيه الثانيه. اه طالما هي ايه بقى لسه جايه معانا، فنعملها الناحيه الثانيه. طيب الاول اروح هناك وادوس عليها واعمل ابلاي عشان يحتفظ بالايه؟ بالقيم بتاعتها. عندنا مشكلة ان العنصر ده ماله؟ لسه ما نزلناهوش ال 10 مللي. نضغط عليه دبل كليك وننزله ال 10 مللي. اهو. لا اصل ده كان ممبر تاني، ده ممبر لوحده اهو. يعني ده من اول من البداية والنهاية خد الايه؟ ال 10 مللي، لكن ده ما اديتوش الامر. لو عايز اعلم عليهم كلهم اديهم ال 10 مللي سهلة جدا اهو. اهو بص عملت ايه؟ دوست هنا الاول، شلت العلامات كلها. وعلمت على الخاصية بتاعت ال 10 مللي لوحديها، واخترت بقية العناصر. كده. هعمل بقى الكونكشن، خلاص عملناه هنا، هنعمل الكونكشن هنا. اختار المين بارت اهو، وده السكندري بارت، وده السكندري بارت. بصوا كده. ايه العيب اللي فيها؟ اللي هي المسامير الثانيه دي. نضغط كده دبل كليك. خلاص. انا عندي هنا بريس بولت 1 اللي هو الايه؟ اللي هو ده. بريس بولت 2 ده اللي لسه ما اتظبطش. ماشي؟ هنقول 12 نفس الكلام، 8 و8 من 10. هقول له هنا عدد الصفوف صف واحد، وبعدين 25 الايدج ديستانس، و25 المسافه من الناحيه الثانيه. وهنا ثلاث مسافات، المسافة بكام؟ ب 50. هقول له هنا اظبطهم لي من النص اللي هو الميدل. ايه اللي حصل كده؟ ماشي. هقول له ابلاي. اوكي. هقول له كنترول اف. بس خلي بالك زوايا المين مش واحده، فاعملها، هي مش بتاخد معاك حاجه، ده اصلا البريسنج دي يعني ايه؟ ما بتاخدش وقت. ماشي؟ كله كده يا شباب تمام اهوت. ناقصنا بس الايه؟ التقاطعات اللي ديت شايفينها؟ ناقصنا التقاطعات. عشان اعمل التقاطعات دي يبقى لازم ايه؟ اقطع واحد فيهم بامر سبليت، ايديت سبليت اهو. بس كده المين بارت هيبقى هو المكمل، والسكندري بارت هيبقى هو الايه؟ تمام؟ حلوه؟ هصغر الجاسب بليت ده شويه، هو كبير
اصغره ازاي؟ اخلي المسافه ديت 10 مللي بس، ماشي، واخلي الزاويه دي 20 والزاويه دي 20. طبعا ملحوم، هيجي ملحوم في الممبر، السمبل لوحده مع الممبر. انا مش عايز 8 مللي دي، 8 مللي دي بعوزها في اللحام على فكره، اللي هي 8 مللي الرفرفه دي بعوزها في اللحام بس. بص الكونكشن تمام ماشي. هو ايه اللي فين؟ ده الكات، مش خدنا حاجه اسمها الكات، ان انا لما عاوز اقصر كاميرا بس من غير ما اعمل لها سبليت بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها كات، اقدر اعلم على الكات ده وايه؟ واروح مدلته. الكات اللي ظبط لك بيه العنصر ده، مش العنصر ده اتظبط اهو؟ تمام؟ بس ده ما بيظهرش طبعا في الطباعه. خلي بالكم اقول لكم امر كويس برضو هيزودكم قوه في البرنامج. فرضا انا مش عايز في الفيو بتاعي تظهر لي البرلين دي، عايز اخفيها، اعمل ايه؟ ادوس دبل كليك على الفيو واروح قايل له اوبجكت جروب واقول له اظهر لي البارت، هقول له اظهر لي البارت تمام اللي البروفايل بتاعه. عارفين كلمه بروفايل يعني ايه؟ يعني القطاع بتاعه لا يساوي does not equal select from model. لا انا مش كنت عايز ده، يعني اظهر لي اي عنصر عندي القطاع بتاعه ما يساويش قطاع الايه؟ قطاع البرل. ندوس كده موديفاي ونشوف اللي هيحصل، اختفت البرل تمام. معكساني في الرسم في ايه؟ قطعت كده، ادي المين بارت وادي الاثنين السكندري، ماشي، ادي المين بارت وادي الاثنين السكندري كده. البريسنج اتظبطت، لسه الكونكشن دي تمام، اظبطها بحيث انها تكون زي ديت. تمام كده يا شباب، تمام. الخطوه اللي بعد كده هاجي في الايه؟ في الفيو بتاعي اللي هو ال 3 دي، اقفل كده كل الفيوهات خلاص، واروح جاي من قائمه كنترول اي دي، اقول له كنترول بي خلاص، واروح قايل له اعمل لي الاكس والواي مع الفيو بتاعي بالامر ده، واروح عامل ميرور ناقل الايه؟ لا انت بتختاره بيروح جاي معاك بالايه؟ بالكونكشن بتاعته على طول تمام. ايديت كوبي سبيشال ميرور، بص جاي معاك بايه؟ جاي معاك بالكونكشن بتاعته، كل حاجه متظبطه اهيت تمام. اخر حاجه بقى اروح واخده في الباكيه الاولانيه عشان البريسنج بتبقى في الباكيه الاولانيه والاخيره، كوبي تمام يا جماعه تمام. لسه الفيرتيكال بريسنج ان شاء الله هناخدها، نبدا بيها المره الجايه. ميعادنا يوم الاحد بقى ان شاء الله، ماشي؟ ان شاء الله. هنقعد بقى ان شاء الله يوم الاربعاء ونحدد تمام؟ يوم الاحد ونحدد. وكان كده ممكن ناخد مثلا واحده كمان الاثنين، بحيث ان احنا نخلص الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا نستنى حصه كمان
نستنى بس كمان هناخد فيها الفيرب اب سيكشن. خلاص يبقى انت كده اتعودت على ايه او عرفت ايه الشغل المنتشر قوي، وهيبقى انا حصتين حصه هناخد في نصها فكره عن التراسز ازاي التراس بيتعمل له موديل تمام، والحصه ونص الحصه هنبدا في الرسومات، والحصه الاخيره هنقعد في الرسومات نخلصها ازاي اطلع الرسومات بتاعت البرنامج وكده. خلاص تمام، شايفين منظر البريسنج الهوريزونتال بريسنج؟ خلي بالك الكونكشن دي عملت لي البليت اسمبلي. حد يقدر يقول لي ليه؟ مش معنى البليت ده جاي اسمبلي مع دي صح انه يجي اسمبلي مع دي ولا لا؟ مظبوط، عشان ده يبقى جاي ملحوم من ايه؟ من المصدر. بصوا يا شباب الاثنين دول اسمبلي مع بعض ليه؟ نفس الكلام عشان ده هيجي ملحوم مع بعض، هيجي البليت ده كده الكاميرا دي اللي هي الزاويه دي مكمله كده وملحوم فيها بليت من فوق تمام.